Taxi, madam? Yes, please. اهلا بيك في روما، وحشتيني. ميرسي مستر ادريان. يا ترى تسمحي لي ابدي اعجابي بجمالك؟ هعتبرك منافق. ليه كده؟ عشان ما قلتليش كده المره اللي فاتت. ايوه احنا المره اللي فاتت كنا بنلتقي للشغل وبس. طب ما احنا المره دي بنلتقي للشغل وبس. لا. ولا ايه؟ احنا علاقتنا اتفضلت، ودلوقتي احنا بنلتقي كمان كاصدقاء. من حقك يا صديق افتح لك قلبي واقول لك على كل حاجه بشعر بيها. على كل حال شكرا على المجامله اللطيفه دي. ساميه دي مش مجامله، دي حقيقه. المهم تاخدي ايه؟ اسبريسو مع شويه لبن لو سمحت. لا اسبريسو ايه؟ احنا متفقين هنتغدى سوا النهارده. معلش خلينا في الاسبريسو الاول وبعدين نشوف قصه الغدا دي. اوكي. فضلك. يس. اتنين اسبريسو. اوكي. ها قولي لي بقى. أخبارك في مصر كلها كويسة؟ الحمد لله، ولو إني تعبت شوية واضطريت أخش المستشفى أعمل عملية. عملية؟ عملية إيه؟ دي عملية صغيرة، اللي هو كانت تعبانة فقررت أشيلها. أنا نبيل فعلاً قال لي إن أنت تعبت شوية، بس كنتش أعرف موضوع المستشفى والعملية ده خالص. عدت على خير، أنا دلوقتي كويسة الحمد لله. ثانك يو. أوكي. كم معلقة سكر؟ معلقة واحدة لو سمحت. شكرا. قولي لي بقى، جبت الاخبار والمعلومات اللي طلبتها منك؟ طبعا. هايل. امال هي فين؟ ادهشيني. ادهشك؟ ايوه. طيب قبل بقى ما ادهشك لازم نتفق الاول. واحنا ما اتفقناش؟ انت فهمتي ايه المطلوب منك؟ مضيت العقد واخدتي اجر 3 شهور مقدم. ما هو الاجر اللي حضرتك اديتهولي المره اللي فاتت كان على اساس ان انا هودي اخبار الوكاله بتاعتهم. وايه اللي اتغير؟ اللي حصل وانا بجمع الاخبار والمعلومات دي اكتشفت حاجه غريبه جدا. اكتشفت ايه يا سامي؟ اكتشفت ان الاخبار والمعلومات دي معلومات خطيره جدا وبتهم امن بلدي من المقام الاول، واحنا في حاله حرب، يعني ممكن تتفسر على اني بهرب بيانات عسكريه خطيره، ودي في حد ذاتها تودي في 60 داهيه. وبعدين؟ الحقيقة أنا مقتنعة جدا بالتعاون معاكم، وكمان مقتنعة بأهمية وجود وكالة زي وكالتنا دي توصل الحقائق لرأي العام العالمي. عشان كده بقى فكرت لها في وكيلة كده. فكرت في إيه؟ فكرت إن إحنا نعمل ملحق للعقد اللي بينا أو نغيره من أصله. طب وليه؟ أنا مش فاهم إيه اللي مضايقك في العقد؟ كان في بند لازم ننص عليه في العقد اللي بينا. اللي هو؟ المعلومات والأخبار اللي أنا هديها لكم. مش للنشر. نعم. مش للنشر؟ ايوه. امال هنعمل بيها ايه؟ هنعملها طيارات ورق ونطيرها؟ مستر ادريان انا بتكلم بجد، مفيش داعي للسخريه. وعموما دي الفلوس اللي انا اخدتها منك المره اللي فاتت، لو الشرط اللي انا بقوله لك ده مش عاجبك تقدر تستردهم بالكامل، ويا دار ما دخلك شر زي ما بنقول عندنا في مصر. لا انا كده عايز افهم، لو الاخبار والمعلومات اللي احنا طلبناها منك مش للنشر، امال انت تعبتي نفسك فيها ليه؟ واحنا هندفع فيها مقابل مادي ليه؟ ما هو ده اللي انا فكرت فيه، وده اللي انت كنت قايله لي المره اللي فاتت على ما اتذكر. اللي هو ان الاخبار والبيانات العسكريه دي تبقى تحت ايديكم في الوكاله بتاعتكم، على اساس انها ما يبقاش فيها اي ثغرات، تقدروا تستخدموها بقى في اي حاجه، تقارير، تحاليل اخباريه، زي ما انتوا عايزين، انما نشر كل ده ما فيهوش مشاكل، لكن في نفس الوقت في اخبار خام لازم تتنشر تكسب من وراه الوكاله ويعلى شانها. لا الاخبار اللي بتمس امن بلدي لا. انا اسفه انا عمري في حياتي ما كنت هفكر في حاجه زي كده، بس الحقيقه ان انا عمري ما هقبل برضه حاجه زي كده. وعموما فلوسكم عندك هي على داير مالي. ساميه الحقيقه انت فاجئتيني. انا ما كانش في دماغي الموضوع ده خالص،
بس لما لقيت المعلومات والبيانات العسكرية والاقتصادية مهمة جدا وبتجيلي لحد عندي بحكم موقعي ومكانتي، ده خضني ورعبني جدا وخلاني اعيد حساباتي تاني. سامية، قرار زي ده انا ما اقدرش اخده لوحدي. خلاص، شوف شركائك سواء كانوا هنا او في لندن وقول لهم، ولو عايزني اقعد معاهم واشرح لهم وجهة نظري انا ما عنديش مانع، لكن لو ما وافقوش بقى. طب عندك استفسارات تانية عايزة تناقشيها معايا او اعرضها انا على شركائي؟ ايوه، عايزين نكتب في ملحق العقد او العقد الجديد اللي هيبقى بينا ان اي اخلال بالشروط دي يعتبر العقد لاغي من تلقاء نفسه. سامية، الكلام اللي بتقوليه ده صعب قوي، ده اذا ما كانش مستحيل. مستر ادريان، انا بلدي في حالة حرب، والمعلومات دي لو جزء صغير منها راح للاعداء ما ينفعش. طب اديني فرصة اعرض الموضوع ده على شركائي وارد عليك، بس يا ريت في اقرب وقت لاني عايزة ارجع مصر. سامية، انت المرة دي جاي سخن عليا قوي. طيب مالكيش اي طلبات تانية؟ ليه؟ ايه؟ الفلوس. الفلوس؟ صدقينا عمرنا ما هنختلف على موضوع الفلوس ده خالص. انا نبيل كلمني على موضوع الاجر وقلت له هناقشه مع شركائي، مش هنلاقي فيه اي مشكله. مع انك كنت قايل المره اللي فاتت ان ظروفكم الماديه يعني مش قد كده. واحنا حقيقي وكاله انباء لسه صغيره وفقيره، بس بفضل وجودك هنكبر وهنبقى وكاله كبيره قوي وهنديكي كل اللي انت عايزاه. سؤال اخير. انت النهارده اسئلتك كترت قوي، بس مفيش مشكله، اتفضلي. هي الوكالة دي ملهاش مقر، ولا كافيتيريا مضو هي المقر الرئيسي لوكالة الاي ام بي؟ لا طبعا، الوكالة ليها مقرها هنا في روما، ده غير مقرها الرئيسي اللي في لندن. طب ليه ما خليتناش نتقابل هناك؟ ده لاني برحب بيكي بشكل شخصي، وبعدين بعد ما نخلص اكل ممكن اخدك وتشوفي الوكالة. لا مفيش داعي المرة دي، خليها المرة الجاية بعد ما تكون درست طلباتي مع شركائك، وخصوصا موضوع الاجر والفلوس ده مهم جدا. موضوع الفلوس ده ما تشيليش همه خالص. ممكن بقى ناكل كده؟ ناكل بيجو.